حساب أو دراسة التدفق للمقاطع المكررة. إذا كان عندي مقاطع مكررة على شكل قناة مستطيل أو على شكل هدار مستطيل أو على شكل عداد فنتوري، وممكن إذا كانت المواسير جارية جزئياً، أستطيع أني أنا أحسب التدفق لها حسب العلاقات التالية. في الحالة الأولى، إذا كان عندي مجرى قناة مستطيل، القناة المستطيلة الشكل يكون البعد الأكبر فيها B والبعد الأقصر H، هاي مساحة المقطع العرضي B في H. تكون مساحة المقطع تساوي مساحة المستطيل B في H. إذا بدي أحسب التدفق لهاي القناة اللي بتكون على شكل مستطيل، فالتدفق حسب القانون اللي أخذناه سابقاً يساوي سرعة الجريان ضرب مساحة المقطع. مساحة المقطع هي مساحة المستطيل اللي عندي B في H. سرعة الجريان أخذنا في المحاضرة السابقة 4 طرق لحساب السرعة في القوانين الأربعة اللي أخذناها في المحاضرة السابقة، وتعتمد سرعة الجريان على طبيعة المجرى ونصف القطر الهيدروليكي والميل للمجرى. هلأ كيف بدي أحسب نصف القطر الهيدروليكي إذا بدي أحسب التدفق لمقاطع مكررة وإذا كانت مجرى قناة مستطيل؟ يساوي مساحة المقطع على محيط المبتل. مساحة المقطع B في H، المحيط المبتل في هذه الحالة نفترض أنه قناة مكشوفة، فالبوتوم بحسبه مرة واحدة، فيكون محيط المبتل يساوي B زائد 2 في H. إذن نصف القطر الهيدروليكي في هذه الحالة R يساوي B ضرب H على B زائد 2 H. الجزء الثاني أو المقطع الثاني اللي بدي أحسبه هو التدفق فوق الهدار المستطيل الريكتانجولر وير. ما هو الهدار المستطيل؟ الهدار هو عنصر إنشائي يستخدم لقياس التدفق وتصريف المياه الفائضة عبر الأنهار والأحواض التنقية. لازم أميز ما بين الهدار المستطيل وما بين عداد فنتوري. الهدار يستخدم لحساب التدفق وتصريف المياه الفائضة عبر الأنهار وأحواض التنقية. عداد فنتوري يستخدم في الأنابيب المواسير، يعني إذا أنا طلبت عبر الأنهار أو أحواض التنقية بدك تعتبر إنه هذا هدار. بدي أحسب التدفق في الهدارات ويساوي القانون Q يساوي 1.84% B في H قوة 3/2. Q التدفق وهو بوحدة متر مكعب لكل ثانية يساوي 1.84 B B طول الهدار بالمتر، و H ارتفاع الماء فوق شفة الهدار. ارتفاع الماء فوق شفة الهدار وببلش أقيسها على بعد 4 H قبل شفة الهدار. يعني إذا كان ارتفاع الماء فوق شفة الهدار 1 متر، بقيس H على ارتفاع 1 ضرب 4، يعني على بعد 4 على بعد 4 متر من ارتفاع الماء. تمام. هلأ هذا الهدار ممكن يكون على شكل مستطيل وممكن يكون على شكل مثلث أو على شكل شبه منحرف. أما عداد فنتوري، عداد فنتوري هو جهاز يقيس التدفق في الأنابيب. مبدأ عمله إنه بيكون في عندي أنبوب يتقلص القطر من نقطة إلى النقطة الثانية. في عندي هاي الأنبوب، القطر الأول إله D1، بعدين بصير في عندي تقلص في القطر، بصير القطر الثاني D2. هلأ الفرق في الأقطار يولد اختلاف في شدة الضغط، وبناء عليه بدي أقيس التدفق حسب الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى، لأنه فرق الأقطار يؤدي أو يحدث عندي اختلاف في الضغط. فبيكون في عندي هاي النقطة A1، قطر الأنبوب عند النقطة A1 يساوي D1، ارتفاع الضغط عند النقطة A1 يساوي H1. عندي النقطة A2، قطر الأنبوب عندها D2، وارتفاع الضغط عند النقطة A2 يساوي H2. طيب هلأ رح يتولد عندي فرق في الضغط اللي هو
اتش. اتش رح تكون الفرق ما بين الضغطين عند النقطة الأولى، هي الضغط ارتفاع الضغط عند النقطة الأولى، وهي ارتفاع الضغط عند النقطة الثانية، الفرق ما بينهم هذا بسميه اتش اللي بدي أعوضه في القانون. فيكون عندي التدفق في هذا الأنبوب اللي بسميه عداد فنتوري، اللي كيف بدي أميزه؟ يستخدم لحساب شدة التدفق والتصريف في الأنابيب، ومبدأ عمله اختلاف القطر، بصير تقلص في القطر. التدفق يساوي 19.3 دلتا اتش دي 1 تربيع ماينس دي 2 تربيع على الجذر التربيعي لدي 1 قوة 4 ماينس دي 2 قوة 4. اتش حكينا هو فرق الضغط، كيو التدفق، دي 1 ودي 2 القطر عند النقطة 1 وعند النقطة 2، ولازم أقيسه بالإنش بالبوصة، لأنه أتش كمان لازم أقيسها بالقدم، فدي 1 ودي 2 كمان بالإنش. هاد بالنسبة لعداد فنتوري والهدار المستطيل والقناة المستطيلة. هلأ في عندي أنا كل حساباتي الماضية لحسابات السرعة والتدفق كانت في حالة إنها تكون المواسير ممتلئة، يعني الماء معبأ كلياً في هذه المواسير. هلأ بدي أحسب السرعة والتدفق إذا كانت المواسير الجارية جزئياً، يعني بدها تكون المواسير partially full، يعني ما رح تكون ممتلئة إلى الآخر. أنا كل دراساتي كانت على أساس إنه الماسورة ممتلئة بالماء. هلأ بدي أدرس إذا كانت كمية الماء لنصف الماسورة أو ربع الماسورة، أو بغض النظر كم كانت كمية الماء في داخل الماسورة. هلأ في عندي جدول، هذا الجدول يستخدم لإيجاد النسبة بين عمق الماء الكلي وعمق الماء الجزئي. العمود الأول هذا بسميه التصريف النسبي، اللي هو Q capital زائد Q small، اللي هو بيكون النسبة ما بين التصريف الجزئي إلى التصريف الكلي. والعمود الثاني السرعة، برمزلها بالرمز V، ويمثل لي النسبة ما بين السرعة داخل المواسير إلى السرعة داخل المواسير في حالة كانت المواسير ملأة. نصف القطر الهيدروليكي، هذا العمود يمثل لي النسبة ما بين نصف القطر الهيدروليكي إذا كانت المواسير ممتلئة جزئياً إلى نصف القطر الهيدروليكي في حالة الحالة الملأة للمواسير. وكذلك المساحة، هذا العمود يمثل لي النسبة ما بين مساحة داخل المواسير إذا كانت المواسير ممتلئة جزئيا إلى المواسير، مساحة المواسير في حال كانت ملأة. وعمق الماء يمثل لي هذا العمود النسبة ما بين عمق الماء الجزئي إلى عمق الماء الكلي. طبعا لما أنا أحكي V full, R full, A full, D full و Q full، يعني في حالة المواسير الملأة. يعني باختصار هذا الجدول يمثل لي النسبة ما بين القيم إذا كانت المواسير ممتلئة جزئيا إلى المواسير تكون في حالتها الملأة. مثلا إذا كانت المواسير مثلا كمية الماء فيها إلى النص، يعني عمق الماء رح يكون نص، اللي هي النسبة ما بين الجزئي إلى الكلي رح تكون نص. رح يكون عندي المساحة إذا كانت المواسير كمية الماء فيها نصف حالتها الملأة، رح تكون المساحة 39% في قطر الماسورة تربيع. نصف القطر الهيدروليكي R رح يكون 25% في قطر الماسورة الكامل، والسرعة رح تكون نفس سرعة الماء في لو كانت الماسورة ملأة، والتصريف النسبي رح يكون نص صاد. ما هو صاد؟ صاد أو كيو هو التدفق الكامل في حالة امتلاء الماسورة، يعني إذا كانت الماسورة عمق الماء فيها للنص رح يكون التدفق النسبي نص التدفق في حال كانت الماسورة ملأة.
نفرض ناخذ كمان قيمة، لو كان عمق الماء في الماسورة ربع رح تكون المساحة 15% بقطر الماسورة تربيع، نصف القطر الهيدروليكي رح يكون 15% ضرب قطر الماسورة، والسرعة رح تكون 7% من التدفق، والتصريف النسبي رح يكون 14% من التدفق الكلي. هذا الجدول بيسهل علي أني أوجد المساحة ونصف القطر الهيدروليكي والسرعة والتصريف الكلي أو النسبي إذا كانت المواسير ممتلئة جزئيا. في عندي كمان جدول في الدوسية في صفحة 33. هذا الجدول هو جدول إرشادي لحساب التدفق في الأنابيب، فقط في الأنابيب يعني في المواسير، ما بتزبط في قناة مجرى أو في قناة هدار أو في عداد فنتوري، فقط في الأنابيب بدي أحسب التدفق. هاي عندي قيمة التدفق، التدفق باللتر لكل ثانية، هاي قيم التدفق حسب قطر الماسورة وحسب السرعة. هي عندي قيم التدفق وقيم الميل. في كل سرعة عندي على محور الصادات السرعة للماء داخل الماسورة، عندي السرعة 60 سنتيمتر لكل ثانية، بعدين السرعة 75 سنتيمتر لكل ثانية، بعدين عندي السرعة 90 سنتيمتر لكل ثانية، بعدين عندي السرعة 150 سنتيمتر لكل ثانية. هلأ عند كل سرعة بدي أشوف كم قطر الماسورة، يعني لو حكيت لكم إذا كانت السرعة داخل الماسورة 75 سنتيمتر لكل ثانية وقطر الماسورة 12 إنش، أوجد التدفق والميل داخل الماسورة. باجي على السرعة 75 سنتيمتر لكل ثانية وبقاطعها مع قطر الماسورة 12 إنش، بتقاطعوا عند هاي القيم، يكون التدفق داخل الماسورة 55 لتر لكل ثانية، والميل يجب أن يكون 3/10%. مثلا لو كانت قطر الماسورة 16 إنش والسرعة داخل الماسورة 90 سنتيمتر لكل ثانية، بقاطع 90 مع 16 بتكون قيم التدفق 120 لتر لكل ثانية، والميل داخل الماسورة يجب أن يكون 4/10%. إذن هذا الجدول لحساب التدفق في الأنابيب بناء على قيم قطر الأنبوب وحسب السرعة داخل الأنبوب. بضل علينا هلأ في عندي أمثلة محلولة، مطلوب منكم تحلوا الأسئلة، وإذا في أي سؤال استصعبتوا منه أو ما فهمتوا طريقة الحل ابعتوا لي وإن شاء الله منحلهم مع بعض. هيك إحنا منكون خلصنا الباب الرابع اللي فيه القوانين الهيدروليكية للموائع. في واجب رح أحطه كمان على المنصة، مطلوب منكم تسلموا الحل. لا رح أحط آخر موعد لتسليم الواجب هو يوم السبت، ويعطيكم العافية.